الأطباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. بمناسبة اليوم العالمي القادم للشباب وتلبية لدعوة من السلطات المدنية والكنسية في البرتغال، سيتوجه قداسة البابا فرانسيس إلى لشبونة من الثاني وحتى السادس